على وقع المعارك التي استعادتها محافظة الأنبار بشكل متقطع في مناطق بوبالي وجزيرة الخالدية وأطراف مدينة الفلوجة وجنوب مدينة الرمادي، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قلقه إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في أجزاء من العراق، داعيا قادة البلاد إلى معالجة أسباب العنف من جذوره. They should ensure that there is nobody left behind. There should be political cohesion, social cohesion, and political dialogue, inclusive dialogue. كلام بان كي مون خلال المؤتمر الصحفي دفع بالمالكي للرد عليه، مؤكدا أن ما يجري في الأنبار لا علاقة له بمشاكل العراق وأنه أمر جيد لأنه وحد العراقيين. وقال لكل المختلفين فيما بينهم أنكم أمام القاعدة، لذلك اليوم لا يوجد شيء اسمه حوار، لأن الحوار مع من؟ مع القاعدة؟ لا نحاور القاعدة. اليوم القرار الوطني العراقي هو إنهاء القاعدة من أجل أن نتفرغ لإدارة شؤوننا الوطنية الأخرى. والقاعدة كانت تخطط منذ فترة طويلة واستطاعت أن تبني بنى تحتية. الشيء الجيد أن إزالة ساحة الاعتصام التي كانت محط قيادة القاعدة وضرب معسكراتهم في الصحراء التي كانت تتواصل مع سوريا. بان شجع على احترام القانون وحقوق الإنسان عبر اتخاذ تدابير لتعزيز النسيج الاجتماعي في البلاد من خلال المشاركة السياسية والمؤسسات الديمقراطية، فيما جدد المالكي تأكيده بأن الجيش العراقي لا يقاتل القاعدة لوحده، بل من يقوم بذلك هم أبناء الأنبار وشيوخها الوطنيون.